الأزمة هذه واللي نحكيه عليها كل مرة، نحكيه على قطاع ولا على فئة معينة مستها الأزمة. المرة هذه اقتطاع من جرايات المنتفعين بها التابعين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ما نجموش ما نحكيوش عليهم، ما نجموش ما نوصلو لهمش صوتهم، ما نجموش احنا بيدنا ناخذوا المعلومة ونفهموهم وضعيتهم وقتاش باش يتم زادة استكمال عمليات صرف الجرايات الخاصة بهم. هذاك علاش ينضم لنا عبر الهاتف شكري صالح، المدير المركزي لمتابعة ومراقبة الخدمات الاجتماعية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا اختي مليك، مرحبا بك. شكرا لك بسبب الحضور وبسيدات والساده المتابعين برنامج رونديفو ناف. سي شكري بن صالح او شكري صالح، كيفاش تفسر عمليه الاقتطاع من جرايات المتقاعدين لشهر جان في 2022 وقداش حجم الخصم هذايا؟ يعطيك الصحة أختي ملاك اللي أتحتلنا معناتها الفرصة هذه باش نزيد ونوضحوا أترافير البرنامج نتاعك وأترافير التاسعة. تفضل. اللي أنت بنسبة مشاهدة معناتها مرتفعة. الحق معناتها اللي هنا أنا با جو ني سوي با أن تكنيسيان في الكومينيكاسيون، جو سوي أن تكنيسيان في مادة الجرايات. أما نرى اللي إصدار صندوق البلاغ فيه احترام كبير للساده المتقاعدين، البلاغ ممكن اللي عمل ضجه وسيرتينمون حتى انتم معناتها وصلتكم تشكيات ممكن من بعض المتقاعدين. انا نرى في الجانب هذا اللي فيه احترام كبير للساده المتقاعدين واللي صندوق اختار الوضوح في المجال هذا. لانه في بلاغاتنا وفي اغلب كان ترجع معناتها البلاغات نتاع الصندوق تلقى معناتها ديما نوع نوع من الزيادات، فكانت المره هذه ما تزامنتش مع زيادات وانما ثم نقص في الجرايات واعلن عليه الصندوق في البلاغ نتاعو. به ماذا بينا احنا ناخذوا منك اكثر تفاصيل. استراتيجي دو كومينيكاسيون. واضح. نفسر تويك. بالنسبه للنقص اللي حصل في الجرايات بالنسبه للشهر هذا جانفي 2022. قبل ما نفسر النقص هو نستسمحك معناتها في دقيقه تعمل مزية باش نفسر عمليه التعديل الالي للجرايات بكل بساطه. هي شنو؟ هي كي تصير زياده للمباشرين يصير بالتوازي الترفيه في جرايات المتقاعدين وبنفس القيمه. شو معناتها؟ معناتها معلم مباشر والا استاذ والا اي رتبه عامل اي رتبه معناتها في الوظيفه العموميه او القطاع العام بصفه عامه كي تصير زياده في منحه من المنح راي تسحب مباشرة وبنفس القيمة على المتقاعدين. هذا تقول لي شنو السند بتاعك؟ لهنا القانون عدد 12 سنة 85 فصل 37 في زوج أجزاء وفي أربع فقرات. الفقرتين الأولانيين يتعلقوا بالترفيه، كيفاش عند كما كنت نفسر لك يصير زيادة تسحب على المقطع عند الإحداث أو عند الترفيه في منح، ومعناتها الفقرتين الاخرين من نفس الفصل معناتها من فصل 37 هو معناتها اللي يمكن من تمويل معناتها البرنامج. سي شكري صالح، باش نعمل على رحابه صدرك، ما يسالش المتقاعدين توا اللي 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 يستناو في بقيه استكمال عمليه صرف الجرايات ما يهمهمش، ما يدخلوش برشا في التفاصيل هذية. السؤال بسيط، ماذا بينا زادا نبسطوا لهم المعلومه ونوصلوها لهم، خاطر احنا بيدنا راهو قاعد توصلنا برشا تساؤلات حول الموضوع هذية بطريقه بسيطه. وقتاش قداش حجم الخصم هذية؟ هل هو يخص فقط شهر جانفي ام باش يكون خصم دائم؟ وقتاش يتم استكمال البقيه؟ بالنسبة خلينا نجاوبك الجزء معناتها المتعلق بصرف الجرايات، صرف الجرايات راهو بدا من البارح وفاء، معناتها بالنسبة للصندوق صرف الجرايات لكافة المنتفعين بجرايات. معناتها ما عادش تفهم فيها ولا لا، معناتها الكل ما ثماش شكون اللي ما صرفتلو جرايته. والاقتطاع هذا شنو حكايته إذا؟ بالقطاع هذا قلت لك في الفصل 37 ايش يقول؟ قلت لك كل زياده تصير بعد تصير يتم سحبها على المتقاعد، لكن في الفقره الاخرانيه في 37 ايش تقول؟ تقول وانه الاجير معناتها المتقاعد يعني يتحمل القسط
نتاع الجيره من القسط نتاع الارتفاع اللي كان محمول على المشاغب. شو معناتها؟ معناتها زياده 2019 خاطر تمثلت في 2022 تو. زياده تجاوزي 2019. كي زدنا زياده 2019 مثلا زدنا 160 دينار احنا 160 دينار وحسب الاصناف ثم الاقل مثلا الاخيين والمشاهدين يعرفوا حسب الاصناف الصنف مثلا زدنا 160 دينار في 2019. كي زدنا 160 دينار في المقابل يدفع المنخرط المساهمة المحمولة عليه بداية من جانفي 2019 والمشغل يقعد 3 سنين يدفع في المساهمة نتاع المؤجر ويدفعها مرة واحدة أما نتاع 3 سنين يفوت 3 سنين طويل يولي المنخرط يدفع ويتم الاقتطاع النسبة نتاع المتقاعد المحمول عليه والنسبة المحمولة على المشغل. بمثال بسيط نزيد 100 دينار طيب كنت 360 وقلنا ما هو 100 دينار إنسان يأخذ في جرائب في 80% مش زاد 80 دينار ولا لا. اللي صار في الشهر هذا وأنه تتقص 14 دينار على 14.5% من 100 دينار. باهي أنت حكيت لي على سنة على 80 ولكن الشهر هذا قسمناه 14 دينار. انت حكيت لي على الزيادات في الاجور ذات المفعول المالي نتاع جان في 2019 مازلنا ننتظر ربما في قدم الايام اقتطاع زاد على بعنوان الزيادات في الاجور ذات المفعول المالي لسنوات اخرى. بالنسبه للسنوات راهو الاجراء هذا راهو مش جديد راهو من 2007 راهو معناتها كل مرتفع بجرايه راهو صار له الخصم اقل شيء 15 20 مره. اش معناتها زيادات من 2007 لتو حتى 2019 هذا يجي تقريبا 12 13 زياده فك 13 زياده في بعض السنوات تلقى زيادتي واضح معناتها كل واحد شمته زياده مثلا 15 مره وشمه الاقتطاع 15 مره اما كان ما يفيقش به المتقاعد علاش؟ لانه في اغلب الاحيان تتزاد مع زياده اخرى واضح واضح بالنسبه ما فماش زياده اخرى في 2022 واضح شكرا شكرا يلا نختموا يظهر لي مازال عندك ما تضيف يلا يلا بريفمون شكري صالح بريفمون المبالغ راهي مبالغ هي طفيفه تتراوح ما بين 3 دينارات و 23 دينار معناتها على الحساب نتاع 160 دينار واضح اضربها في 14.5 وحسب نسبه الجرايه من بعد تلقى معناتها الحساب دونك تقريبا معناتها هذه المبالغ. شكرا لك شكرا لك شكري صالح المدير المركزي لمتابعه ومراقبه الخدمات الاجتماعيه بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه.